جرانت هذا الشاب صاحب 14 عاما اكتشف ثغرة خطيرة جدا في أنظمة أبل، خاصة في تطبيق فيس تايم، لكن أبل تلكأت قليلا وفي النهاية اضطرت لمكافأة هذا الشاب المراهق جدا. نتابع. إذن قررت شركة أبل تقديم مكافأة مالية للشاب جرانت وأمه ميشيل، بالإضافة إلى تغطية نفقاته الدراسية بعد اعترافها بفضله في كشف ثغرة خطيرة. وتواصل جرانت وأمه مع أبل للإبلاغ عن ثغرة في فيس تايم تتيح للمتصلين الاستماع إلى أصدقائهم حتى دون الرد على المكالمة، لكن استجابة الشركة كان بطيئا للغاية، وفي النهاية اضطرت للاعتراف بأن جرانت كان صاحب فضل في اكتشاف هذه الثغرة الخطيرة، وقررت مكافأته وتغطية تكاليفه الدراسية. كل ما استفزني هو قيمة الجائزة المالية. بحثت في الأمور ووجدت أنها يقال مساهمة في تكاليف دراسة هذا الشاب، لكن أبل لم تفصح عن المقابلة عن المكافأة كما هي، لأنها هي في الغالب لا تقدم مكافآت. صحيح. نسمع أيضا كثيرا عن مراهقين يشتغلون في هذه الشبكات، شبكات التواصل الاجتماعي. نعم. برواتب كبيرة. صحيح. لأنهم فعلا من يعني كيف نقولوا أنهم جيني، يعني من عباقرة، من عباقرة. نعم. الانترنت والمعلوماتية وغيرها. هذا الابتكار في هذا المجال، أتذكر كارل بنز مؤسس أو المؤسسين من المؤسسين الأوائل لشركة مرسيدس بنز، يقول حب الابتكار لا يموت، اليوم من لا يبتكر هو الذي سيموت. في عالم كرة القدم هنالك ابتكار أيضا، وهنالك تجديد، وهنالك أموال كثيرة للغاية. أمس زميلنا عبد اللطيف عرض فيديو لمحمد صلاح وهو يقذف الكرة بطريقة جميلة للغاية خارج المستطيل الأخضر. يبدو أن هنالك شخصا ما غار من محمد صلاح وأراد أن يقلده، إنه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أراد أن يقلد هذه الحركة ونشر هذا الفيديو على إنستغرام الذي حاز على أكثر من 17 مليون مشاهدة. إذن هذا الفيديو يظهر مهارة ميسي خارج المستطيل الأخضر تماما مثل ما فعل نجم ليفربول محمد صلاح قبل يومين. واو، نفس الصورة. نعم فعلا. لكن برأيكم من قام بالحركة أفضل من الآخر؟ ندع مشاهدينا ربما يقولون لنا من قام بذلك. محمد صلاح. أنا انحياز كلي، انحياز عربي. بدل أن يبتكر ميسي هذه المرة نراه يقلد بمحمد صلاح، لكن أعتقد حنان أن هذا الفيديو وهذا النوع من الفيديو سيكون محط تحدي جديد على مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. صحيح صحيح، حتى الناس العاديين ممكن يجربوا فعلا. وتحدي أخذكم إلى تحدي آخر في عالم شبكات التواصل الاجتماعي، وهنالك الطلبات التي يريد كثير من الناس إدراج بعض الرموز التعبيرية في منظمة يونيكود العالمية. منظمة يونيكود استجابت في النهاية إلى بعض الطلبات وأدرجت هذه المرة الكثير من الرموز، ونلاحظ فيها حضورا لافتا لذوي الإعاقة. نتابع مع بعض. إذن كشفت منظمة يونيكود عن إصدار جديد من الرموز التعبيرية أو الإيموجي، أظهرت اهتماما خاصا بذوي الإعاقة، ويظهر الإصدار الجديد إمكانية التحكم في لون البشرة لمزيد من الرموز. كما أدرجت المنظمة رموز الكراسي المتحركة العادية والآلية، بالإضافة إلى عصا الأعمى والحركة التي تدل على عدم السمع، وكذلك رمز كلاب المرافقة والمساعدة على معرفة الطريق، ورموز خاصة بالأطراف الصناعية. وكذلك من الرموز الجديدة أيضا الساري الهندي وملابس السباحة والفلافل والطعمية وغيرها من الرموز الجميلة. قعدت نسنا فيك تقول أنه في رموز للفلافل. نعم. والوفل والشوكولا. نعم. ايه موجودة، كلهم تم إضافتهم. البصل والثوم ربما لربات البيوت الكثير مبسوطين لأن الطعمية والفلافل أصبحت موجودة. صح. على الإيموجي. صح وهنا. أشكركم، إلى هنا أنتهي من فقرة اليوم، أعود أن أراكم قريبا. شكرا.